من خلال رؤيتي الشخصية للوضع الحالي، أرى بأن مثل تكرار هذا الموقف أو هذا الموضوع بخصوص خرق السيادة العراقية وبخصوص تصعيد الهجمات، هذا يشير إلى أن المنطقة أصبحت اليوم هي على كف عفريت مثل ما يقولون، وكرة النار بدأت تتدحرج تدريجيا بعد أن كانت هنالك نوع من الوضع الأمني المتأزم في بقية المحافظات التي هي غير تابعة لإقليم كردستان. أصبحنا نرى اليوم بأن الأزمة بدأت تصل وكرة النار بدأت تتدحرج باتجاه أربيل وباتجاه سنجار. ولا بد من الإشارة إلى موقف مهم اليوم، مثل القضايا مثل هذه القضايا السيادية ينبغي أن تكون هنالك تنسيق مشترك ما بين المركز والإقليم، على اعتبار بأن الخلافات السياسية هي سوف تضرب مثل هذه الأجواء، وينبغي أن تكون هنالك حرفية وجودة عالية من أجل أن لا ينجر الوضع الأمني في المناطق في مناطق كردستان أو في أي منطقة أخرى إلى صراعات سياسية نحن في غنى عنها. اليوم جميع الدول الإقليمية هي تسعى لأن يكون الوضع العراقي مربك، وتحاول استغلال النقاط الضعف الموجودة والثغرات التي نراها أمامنا، ولا شك بأن موضوع حزب العمال الكردستاني أيضا نراه اليوم يضرب بقوة عمق الداخل العراقي، وهنالك هجمات أيضا لداعش وإلى ما شابه، كلها سوف يكون لها تأثير على ترتيب أوراق اللعبة السياسية.